الصحة وجمال قلبا وقالبا هدف كلياتنا بنسعى له، ودائما هذا الموضوع مرتبط بالغذاء السليم، ونوعا ما في اهمال شعبوي خليني لك او مجتمعي سوسن من هي الناحيه، بتلاقيه كله متوجه للاكلات السريعه السهله نوعا ما هي اطيب بس تعمل مشاكل كثيرة. هلا نحن عم نقرب لبداية السنة الجديدة، وكثير من الأشخاص عم بيحاولوا يعملوا تغيير، إذا ما على الناحية النفسية وإنما أيضا على الناحية الجسدية. صحيح. فعم بيحاولوا إنه هن يغيروا دائما من شكل الجسم، بيحاولوا يتجهوا لشكل فينا نقول ممشوق ومتناسب بكافة الأشكال. اليوم بدنا نحكي كيف ممكن نعالج هي المشكلة ونحاول نحافظ أكيد على شكل جسم جدا صحي وأكيد جميل. كل هاي التفاصيل رح تخبرنا عنها أكثر الاختصاصية بمجال التغذية روعة التجار، ونورتنا لليوم ضمن الاستديو. أهلا وسهلا لك. اهلا فيكم واهلا بكل المشاهدين. نور وسهلا فيكي، يعني مبسوطين فيكي كثير اليوم، وبدي ابدا الحديث مع حضرتك دغري. اليوم كيف منشخص نحافه وكيف منشخص وزن زائد، خصوصي انه الطول بيلعب، يعني بنيه الجسد الاساسيه بتلعب دور، بيقول لك فلان عظمه خشن فوزنه مو دهون وانما عظم، يعني من هيكله العظمي نوعا ما. تمام. هلا نحن الشائع عند العالم والاسهل للحسبه، في عندنا شيء اسمه مشعر كتله الجسم، البادي ماس اندكس او البي ام اي، اللي نحن بناخذ الوزن على مربع الطول بالمتر. هلا بس يطلع معنا هذا الرقم، اذا كنا تحت ال 18 ونص فنحن في عندنا نقص وزن، اذا كنا بين 18 ونص وال 24.9 فنحن هون نورمال، يعني ضمن الحدود الطبيعيه، واذا كنا اكثر في عندنا درجات، عندنا اوفر ويت زياده وزنه، في عندنا درجات للبدانه. لكن هذا الشيء كان سابقا، او نحن رح نقول ما كان سابقا، رح نقول انه هو لا مشعر لا يكفي انه نحن نعتمد عليه. تمام. يعني مثل ما ذكرتي في ناس عن جد عندهم انه كتله عضليه، كتله عظميه كبيره، ممكن تكون عندهم مثلا حامل، ممكن يكون رياضي، ممكن يكون اطفال، نحن اصلا بنسقط على مخططات النمو خاصة بالأطفال، لكن مشان إذا حدا راح قرر يحسبها لابنه فما رح تزبط، يعني معه هذا الرقم لحاله يكفي لا يكفي. فنحن في عنا عدة مشعرات، عنا محيط الخصر، عنا محيط الورك، في عنا بعض الأجهزة اللي هي بتقيس لنا قد ايه بجسمنا في مي، قد ايه في عضل، قد ايه في دهون، وقد ايه في عظم، خاصة الكتلة الدهنية والكتلة العضلية، هدول كمان بدلوني، يعني أنا بجوز أكون شايفة واحدة كثير نحيفة بس هي عبارة عن إنه كل الموجودين هن دهن، بس أنا بدي عضل، أنا بدي عظم، ممكن يكون في عندها مشكلة بالعظم، فبدي يكون في عندي توازن بين هالكتل، فأنا بالتالي عندي عدة مشعرات بستعملها، هي البي إم آي مشعر كتلة الجسم، وأضف إلى ذلك قياس الكتل عن طريق بعض الأجهزة اللي بتقيس لنا إياهم، وعن طريق بعض المقاييس منها محيط الخصر، محيط الورك، حتى بياخذوا محيط المعصم كمان هذا بهمنا، او حتى نحن عندنا محيط العضد كمان نحن بهمنا ببعض الاجراءات القياسيه. كل هي التفاصيل بتساعد بوضع خطه تغذويه منيحه على الشخص. طيب اليوم كثير عم نلاقي انه في اشخاص بيعانوا من مشكله ثبات الوزن، بتلاقي انه مثلا انه هو بده ينحف حاله ما عم ينحف، او ممكن هو بده يكتسب الوزن ما عم يقدر. صحيح. اليوم هي المشكله شو سببها؟ احيانا عم بتكون مثلا بالجينات، بتقول انه لا انا والدتي او ستي هي دائما بنفس الوزن من لما هي تزوجت لحتى كبرت لحتى توفت. خبرينا عن هي التفاصيل، ليش في اشخاص بيعانوا منها وفي اشخاص بيشربوا كاسه مي دغري بيسمنوا بالله. طيب الفكره انه نحن عندنا اول شيء هذا الموضوع كثير مهم وكثير حلو، لانه هو صراحه كثير بنسال عليه، يعني بتجي احيانا السيده بتطبق برنامج بغض النظر اذا صحيح او خاطئ، لانه هلا بعد شوي رح نحكي اكيد، فممكن انه تنزل حنقول 5 6 كيلو فرضا 10 كيلو، بعدين بيوقف، يعني مثلا كان وزنها 80 وصل ل 70 ووقف، وهي حاطه بباله انه بدها 60 65. تجي هون ندور على السبب. هلا نحن يفضل قبل ما نبلش باي حميه يكون عاملين بعض التحاليل. ليه؟ لانه احيانا ممكن الحميه تفشل لانه في عندنا خلل بالجسم، او ممكن يكون عندنا نقص بعض العناصر هلا رح احكي عليهم، او مثلا انه انا يكون هي الحميه ما انا مناسبه لي. فنحن عندنا السيدات اللي ممكن يكون عندهم ثبات وزن، او نحن في عندنا شيء اسمه سيت بوينت ثيوري، اللي هي يعني الوزن بيوقف عنده الجسم للنزول. هلا الفكره اول شيء اذا هي ما بده يكون عندها بي سي او او مبيض متعدد كيسات، لانه اذا كان عندها بي سي او فهو هي وحده اسباب هي ثباتيه الوزن وحتى زياده الوزن. عندنا ممكن اذا عندها فقر دم ان كان ذكوره ولا ان كان اناث، اذا كان في عندهم مثلا نقص فيتامين د، اذا كان في عندهم مشاكل بالغده سواء فرط نشاط او يكون عندنا عوز، يعني يكون في عندنا قصور حاجة. قصور بالدرق. فنحن اول شيء يفضل قبل ما نبلش باي دايت، احيانا ارتفاع الكوليسترول وارتفاع الشحوم كمان بسبب هاي المشكله، فنحن اول شيء يفضل انه نعمل عده تحاليل. فرضا هي عملت برنامج ولقينا انه هي وقف، ممكن نيجي بعدين نعمل التحليل، لكن الافضل كان من البدايه نحن نعمل هاي التحاليل.
الشيء الثاني انه نحن عندنا كمان ليش بيصير هذا الثبات الوزن، ممكن هي مطبقه حميه خاطئه، يعني هي الحميه ممكن فقيره بالعناصر الغذائيه او مركزه على نوع معين دون نوع معين. فنحن وقت اللي بدنا نشوف هالحميه هي نوعها، يعني شو النوع الاكلات اللي فيها وحتى نوع الحميه. يعني هلا مثلا نحن عندنا الصيام المتقطع بيفرق انه اذا هي بتاكل 5 وجبات، في منهم لازم ياكلوا 5 وجبات، في منهم لا يكفي 2 أو 3، لأنه النظريات اختلفت. يعني إحنا عندنا النظرية قبل كان إنه الفطور وجبة أساسية في حياتنا، طلع شركات الحبوب هي اللي عاملتها، يعني حبوب الإفطار هي عم تسوق لهي الشيء. فالفكرة إنه نوع الحمية كمان له علاقه بثباتيه الوزن. تمام. طيب موضوع حساب الكتله كنا عم نحكي تحت الهواء انه بنشوف كثير فيديوهات على السوشيال ميديا انه لحتى تحسب انت شو بحاجه كالوري، شو بحاجه بروتين، يعني شو بحاجه بيحتاج جسمك بالنهار الواحد، اضرب وزنك بكذا اسمه على كذا بيطلع معك النسب، وبالاخير بتطلع النسب يمكن تزبط على غيري ما بتزبط لإلي، او يمكن معادله خاطئه بالاخير. شو المعادلة خليني أقول لك مو الشاملة للجميع، لأنه ما في مقياس واحد تمام للكل تمام، وإنما الأكثر شيوعاً والأكثر تمام صحة بهذا تمام الجانب. هلا إحنا عنا عدة معادلات بنشتغل عليها. هلا أنا صراحة كأنا تجربة أنا جبت كل المعادلات لقيتها ما كتير تفرق. يعني فرضاً أنه أنا أول معادلة طلعت احتياجاتي 1500 سعرة، المعادلة الثانية 1600، المعادلة الثالثة ممكن 1300. هي الاختلافات شو بتكون حسب المدخلات اللي عم دخلها بهالمعادلة. يعني أنا اليوم وقت اللي دخلت طلع سعرات لوحدة عمرها 30 مختلفة عن وحدة عمرها 50 طبعاً، لأنه هون الأيض قل فنحن لح يقل الرقم اللي بده يطلع عندها، فأنت اختلف عندك المعادلة المعطيات، الذكور غير الإناث، إلنا الأعمار الطول الطويل غير القصير، فهو كمان الطويل بيحتاج سعرات اكثر. فهي هون هي المعادلات نحن كعالم تغذيه هي مختلفه كثير، لكن اسهل معادله وابسط معادله فيكم انتم بكل بساطه تحسبوها، اذا انا كان عندي للاناث بنقول 24 ضرب 0.9 ضرب الوزن الطبيعي. حلو تمام، هي بيطلع معنا هذا الرقم انت احتياجاتك من السعرات الحراريه خلال 24 ساعه، لا يعني احتياجاتك الاساسيه البيسك، يعني اذا انت قاعده طول النهار هيك فانت بحاجه لطاقه، لانه انت القلب بده يشتغل والكليه بتشتغل والكبد. طيب لحتى اشوف اثناء النشاط اذا انا كنت بتحرك كثير فانا بضربه ب 1.3، اذا انا كسوله يعني ما كثير عندي هالحركه ب 1.2، اذا انا رياضيه ورياضيه محترفه ب 1.4. فشوف كيف اختلف الرقم حسب النشاط البدني. هذا حلو كمعادله. هلا بالنسبه للذكور اسهل، 1 ضرب 24 ضرب الوزن، بس لاحظوا شو عم بضرب انا الوزن الطبيعي، يعني اذا انا عندي وحده عندها بدانه وحطيته بهذا الرقم رح يطلعوا السعرات عاليين تماما. فنحن هل بعطيكم اسرارنا، فنحن بدنا نحفها، شو بنعمل؟ نطرح 500 سعره. يعني جيت انا حسبت لها هي فرضا او حسبت له رح نقول 24 ضرب وزنه ضرب وزنه اللي نحن حنقول زياده، يعني مثلا تمام هو طلع معنا الجواب 2500 سعره تمام، انا بدي اياه نحفه بطرح 500 بعطيه 2000 سعره. فهون احتياجاته هي طبعا هي بساطه، يعني عم بسط الامر، لكن احنا في عنا اشياء معقده احيانا بتكون اكثر، فانا بدي مشي على 2000 سعره. بيجي كيف توزيعتهم؟ سالتيني انه قد ايه بدي اخذ من البروتين والدهون والمعادن، طبعا حسب نوع الحميه. يعني احنا انتم عم تسمعوا ان حميه الكيتو هي عاليه جدا بالدهون، يعني تخيلوا انه هو ممكن ياخذ بس 5% نشويات صح، 20% بروتين، والباقي قد ايه 75% عباره عن مواد دهنيه. طبعا انا ماني عم بحكي عنها لانه كون انا صراحه ما كثير بفضلها لهي الحميه خاصه بمجتمعاتنا، بس انا اعطيت كمثال مشان قارن. انا مثلا الحميه الطبيعيه هي بدها 50% نشويات، فانا فرضا 2000 سعره حراريه هن انا مجموع اللي بدي اخذهم، 1000 منهم بدها تيجي من نشويات، و20% منهم رح يكون بروتين، والباقي 30 رح يكونوا عباره عن دهون. فبهي التقسيمه انا بكون عم اقسم قد ايه كسعرات، بعدين بنرجع بنقسمهم ليطلعوا بالجرامات. طبعا نحن بنشتغل بالحصص اسهل اكيد. طيب استاذه روعه قد ايه هي صح؟ نحن دائما بنسمع هي المقولات بانه اذا انت مثلا طولك 160 سنتيمتر فانت اكيد لازم يكون وزنك ما بين 60 مثلا 163 وزنك 63. حلو حلو هذا السؤال، هل هذا صح؟ وهل بالضروره انا اذا مثلا طولي 170 لازم يكون وزني 70؟ اها هلا نحن بالنسبه للذكور بالطريقه اللي كثير سهله مثل ما قلتي طوله 160 بده يكون وزنه 60، بالنسبه للاناث طوله 160 بده يكون وزنه 50، وزنه 50 يعني بده يكون انقص ب 110.
هلا بالنسبه لل في عندنا كمان نحن عندنا بالنسبه لهدول يعني اذا هي كانت هيك طولها 160 وزنها 50 فهي عارضه ازياء يعني كثير هذا ايديال. فنحن بنقول دائما في عندنا رينج يعني عندنا من الى يعني طولها 160 الرينج عندها بده يكون بين 55 54 مثلا لماكسيموم 60 فافضل هذا بيكون عندي اريحيه لانه كمان بس بنرجع بنقول قد ايه عندها توزع بجسمها بين دهون وعضل وعظم فهي هون هي التركيبه كثير بتهمني. طيب موضوع زياده الوزن وفقدان الوزن مرتبط بالغذاء وشو نحن بندخل؟ بندخل دهون فنحن حنزيد، بندخل بروتين فنحن حنزيد الكتله العضليه وليس الدهون الموجوده بالجسم، ولكن دائما اللغط حاصل بانه انا حسبت احتياجاتي بيقول لك انا مستحيل اقدر احصل هي الكميه من البروتين فانا بحاجه لبروتين دخيل. اليوم فعليا في شخص أو خليني أقول لك الغذاء غير قادر على إتمام احتياجاتنا من البروتين أو لا نحن بنكون حاسبين غلط ونحن بالأساس بنقدر نكفي احتياجنا البروتيني من الغذاء بس. تمام. هلا اولا بس مشان النقطه الاولى انه نحن عندنا وقت اللي انا بدخل دهون رح يتخزن دهون او بدخل بروتين حسب يعني انا نحن في عندنا شيء اسمه ميزان طاقه. حلو. انا وقت اللي باكل قد احتياجاتي فانا حافظ على وزني، وقت اللي باكل اقل من احتياجاتي فرح ينقص وزني، باكل اكثر من احتياجاتي فرح يزيد وزني. بدنا نعرف اي شيء بالجسم فات زياده بغض النظر عن بروتين ولا دهن ولا سكريات رح يتحول لدهن لو كان بروتين اذا ما في اداء تمرين. هلا كيف انا بدي اعمل هذا التوازن بين التمرين والبروتين؟ اول شيء نحن حسب كل حدا، يعني في واحد هو بيلعب يا دوب ساعه ساعتين بالكثير، هذا مثلا بيجوا مثلا بيقولوا له انه خذ لك يعني هي احيانا ترويجيه اكثر، خذ هذا البروتين صافي ودغري بيعمل لك عضلات والى اخره، انا بقدر اني اذا كان مانو رياضي كثير محترف يعني مانو كثير عنده اداء حنقول اربع خمس ساعات بيتمرن هون مضطر احيانا نستعمل سبلمنتس من البروتين، بس اما هو رياضي اعتيادي فبيقدر يحقق هذا التوازن من الاكل. بس انه البروتين بده طرح من الجسم له اثر على الكليه تماما فبياخذه من مصدر اساسي. صحيح. فنحن هون بنيجي بنعطيه اذا مثلا شخص بنعطيه بالعاده 20% من البروتين من الوارد الحراري رح نسويهم بالكثير 25% ونقدر من خلال الغذاء يعني نحصل البروتين، لكن شرط يكون في عندي تمرين. يعني انا اليوم جيت اكلت بروتين كثير وانا قاعده شو رح يصير؟ رح يروح دهن، رح يصير زياده رح يتحول لدهن، فهن اثنين مع بعضهم شغالين. تمام. هلا بدايه حديثك من شوي استاذ حكيتي عن الصيام المتقطع وقلتي انه في له حصص معينه وتنسيق معين، نحن ما بدنا بهذا الجانب ولكن عموما الاشخاص يلي بفوتوا بموضوع الصيام المتقطع دائما بيقولوا انه انا عم صوم لساعات معينه وعم اقطع الخبز معه. شو السر؟ هلا فعلا نحن بنستفاد وقت بنقطع كل الخبز خلاص انا ما عاد فيني اكل شيء منه ولا اي مصدر مثل صمون او توست او خبز عادي اللي احنا بناكله بسوريا، شو السر؟ هل هو مفيد عن جد بنزل الوزن؟ هلا اول شيء خلينا نحكي على الصيام المتقطع مع سباتيه الوزن، هلا غالبا الشيء الايجابي من الصيام المتقطع الاشخاص اللي بيعانوا من سباتيه وزن لقوا انه بصير في عندنا كسر هالنقطه، يعني النقطه اللي انا بوقف عندي عندها بصير في كسر، فبالتالي الصيام المتقطع اثبت جدارته بثباتيه الوزن. هلا بيجي هون نحن في عندنا معتقد انه انا بصوم صيام متقطع اللي هو 16 ساعه صيام و8 ساعات باكل باكل شو ما بدي، ما في اكل شو ما بدي. نفس الشيء نحن في عندنا ميزان الطاقه مثل ما قلنا، يعني انا فرضا احتياجاتي 2000 وضليت عم باخذ 2000 فما راح ينقص وزني ان عملت صيام متقطع ولا صيام اسلامي ولا حياه عاديه، فهي وارد حراري عم يفوت. لكن الفكره انه انا نحن بنقلل شوي من السعرات الحراريه مع الصيام المتقطع بننظم، لانه نحن ليش لقوا فائده صراحه بالصيام المتقطع؟ نحن وقت اللي في عندنا تعداد وجبات نحن عم نرفع سكر الدم ونرجع ننزله، يعني في عندنا تحريض للانسولين بالتالي بناء خلايا، لانه الانسولين هو هرمون باني. فبالصيام المتقطع نتيجه انه انت حصرتي اكلك بهالوقت ما عاد يضل هي الطلعات والنزلات، فصار في عندي نقص وزن وممكن نكسر هي نقطه ثبات الوزن. فبالنسبه للخبز انا اولا ما بنصح انه نحن نحذف اي ماده غذائيه اساسيه من حياتنا، يعني ان كان بصيام متقطع او برنامج غذائي عادي او برنامج للتنحيف، فيفضل ناكل من كل شيء. ليه؟ لانه بس نرجع لحياتنا الطبيعيه رح نرجع بدنا خبز كثير. انا بحس حالي يعني بيستبدلوا مثلا الخبز بيحطوا مثلا خس او ملفوف او شيء بيلفوا فيه. تمام يعني. تمام. هلا هي كمان بنظام الكيتو بنلاقيها، فاذا انا لقيت حالي تاقلمت وبلش ينزل وزني وانا ما عندي الخبز ماده اساسيه
فما معنا مشكله، بس في ناس نمط حياتهم انه هن معتمدين على الخبز، فانا ما فيني احرمه بشكل نهائي او احرمه بشكل نهائي، لكن بعطيه حساب سعره وبعطيه 50% النشويات اللي هي من ضمنها في خبز ورز ومعكرونه. طيب. فهيك بقدر سيطر ان شاء الله على الوزن. يبقى ذكرتي حضرتك انه الموضوع النحاء خليني لك تنقيص الوزن ما انه مرتبط بتقليل الغذاء وانما بنوعيه الغذاء اكثر، انه انا فيني اضبط نوعيه الغذاء ممكن احصل على نتيجه مماثله. بدي انتقل مع حضرتك، في اشخاص بيذبحوا حالهم بالنادي، تلاقيه داخل يا قاتل يا مقتول وعم يتمرن كل شيء واموره عال العال بس تغذيته مو سليمه، فبتلاقيه بلش حتى يخسر من الكتلة العضلية اللي عنده. تمام. اليوم بدي نوضح شوي بهذا الجانب، انه انا العب رياضة فيني احصل على نتيجة اذا ما كانت التغذية مضبوطة بما يتناسب مع التمرين اللي انا لعبته؟ تمام. هلا نحن في عنا قاعدة بتقول نظام غذائي بدون رياضة يعني ترهل زائد فقدان كتلة عضلية. طيب رياضة بدون نظام غذائي فنحن ممكن يصير في عنا ثباتية وزن وحفاظ على كتلة عضلية لكن ما ينقص الوزن. إذا كانوا الاثنين مع بعضهم فنحن نحصل على كتلة عضلية صح وشد ونقص وزن، فهن مع بعضهم. يعني إذا أنا بس قررت جيت ألعب رياضة بدون ما إني أخذ نظام غذائي صحي، فأولاً رح يصير مثل ما قلتي نقص بروتين، ممكن ما ينقص وزني، والأضر إنه ممكن يصير في عندي نقص بعض العناصر. يعني إحنا بنعرف أثناء إذا كان تمرين عنيف فنحن عم نستهلك حديد، لأنه إحنا بنعرف إنه الخلية بدها أكسجين، والأكسجين من السيارة تبعيته هي عبارة عن الحديد، فممكن يصير في عندي فقر دم أو نقص حديد. فإذا أنا ما كنت عم عود بنظام غذائي صحي وعم بلعب بس رياضة فلح يصير في عندي نقص بالعناصر، بالتالي بعد فترة حتى التمرين ما عاد أقدر أدي، لا حتى ما عاد أقدر أدي لأنه رح يصير في عندي نقص التنفس. ونحن بيعرفوا دائما الكوتشات رياضة بيقولوا لنا انه انتبهوا لتنفسكم، التنفس هو اساس ببناء الكتله العضليه وحرق الدهون. تمام. فاذا انا في عندي فقر دم ما عاد اقدر اتنفس صح، وبالتالي ما عاد صار في عندي لا اداء تمرين ولا بناء كتله عضليه. تمام. بمرحله ثباتيه الوزن قد ايه مهم اليوم دور المكملات الغذائيه؟ نحن كثير بنشوف انه اشخاص بياخذوا مثلا فيتامينات بشكل عشوائي بغض النظر اذا هنا عاملين تحليل انه انا عندي نقص مثلا بفيتامين دي انا بحاجه له او لا، خاصه بياخذوا بتكون هي كافي او كامله يعني كل انواع الفيتامينات. تمام. وكل انواع المعادن. قديش بتحفزي لهذا الشيء انه هو منيح او لا خلينا نتجه للشيء الطبيعي، او بالاصل انا لا بكي انا ما بحاجه، يعني ليش لحتى انه والله رفيقتي قالت لي انه انا بحاجه مثلا لفيتامينات هي حست انه شيء منيح. سؤال كثير حلو. يعني احنا هلا كمان بحكم انه في عندنا بعض الاهالي في عندهم اولاد مغتربين برا، فكل فتره بيبعثوا لهم هيك كم نوع سبلمنت. ايوه تمام. يعني فيتامين د على فيتامين سي على حديد الى اخره، فهون بتجي انه هي شافتهم عندها بتستهلكهم باي طريقه كانت. هذا الشيء كثير عم يسبب مشاكل. احنا بدنا نعرف قلت لي انا باخذ فيتامينات زياده عن جسمي ممكن يصير في ترسبات او في ضغط على الكليه او ترسبات بالكبد، هي نقطة. لكن النقطة الأخطر أنه لا سمح الله زيادة بعض أنواع الفيتامينات والمعادن يعني تؤهب لحصول بعض السرطانات، تؤهب لحدوث الأورام. فنحن ليش نفوت بهي القصة إذا نحن ما لنا مضطرين؟ يعني إذا أنا غذائي متوازن وأنا بالأصل ما عندي نقص، فإذا هيك أنا ما يفضل إني أخذ. إذا كان عندي نقص فممكن أنا أعوض عن طريق السبلمنت. وإذا أنا غذائي بالأصل ما أنا متكامل، يعني أنا حدا عشوائي حدا ما بعرف شو لازم أكل وشو ما لازم أكل، فممكن ناخذ هالمكملات. أحيانا بيقولوا أنه بتأثر على الجهاز الهضمي، بيصير في صعوبة أحيانا. تمام تمام تمام. يعني أنا بقول لهم دائما الغذاء الجسم بيقدر يتوازن معه. لو أكلتي مثلا اليوم أكلتي فرضا يعني هيك نص كيلو تفاح، فبيقدر الجسم يصرف هالكميات الزيادة من هالمادة. أما على كحب بيوصل لمرحلة ما عاد يقدر يصرفها فلح تتخزن. طيب والله أنا ما بحب المشاكل وما بدي علقك مع حدا، بس عم نشوفها كثير. يعني ما عاد نعرف إنه أنت كوتش رياضة ولا أنت اختصاصي تغذية ولا أنت شو، بيكتب النظام التمرين الرياضي وبيكتب معه نظام غذائي بكل ثقة وبيقول له كاسة بروتين وخذ معه بيضة ومدري شو. تمام. هذا الشيء لوين رح ياخذنا، خصوصي انه هو الشيء ما نوع علمي، وحتى بيكون بيقول له انا عامل دورات ومدري شو. حتى لو عامل دورات ما فيك تكون اختصاصي تغذية بالاساس. صحيح صحيح. هلا اولا نحن اللي بده يتعامل بهي الامور هو يفترض يكون مرخص من وزارة الصحة، هذا الشيء اساسي جدا لحتى يكون نحن، لانه لا سمح الله هو بجوز ما يكون يعرف انه هو حامل تلاسيميا وراء اعطاه نوع من انواع السبلمنت وفيه حديد، صار في تراكم بالكبد تراكم بالكليه يعني صار في استئصال. هو اذا مستعد يتحمل هاي هذا كمثال بسيط، ممكن بالكليه البروتين ارتفع بوله وكرياتينين لا سمح الله وصار في عندي فشل كلوي. واكيد دوره تغذيه ما حتعطينا هالمعلومات. أكيد. هي اكيد هذا الشيء اكيد.
فهو اصلا ما انه مرخص، فانت بتكون مرخصه بوزاره الصحه، يعني وزاره الصحه عملت لك اختبار قبل ما تعطيك الترخيص. فالفكره انه نحن يفضل كل حدا يكون ضمن اختصاصه. انا كشخصيا ما بتعدى على الاختصاص الرياضي لو اني بعرف مثلا هذا التمرين بفيد الركبه او بفيد العضله الفلانيه، فيفضل كل حدا يشتغل باختصاصه. لانه لا سمح الله في عنا امور ما بتظهر هلا، بتظهر فيما بعد، وفي امور بتظهر اجسام، في ناس اجسامها حساسه، اي شيء عضلتيه زودتيه او نقصتيه صار ظهر هذا الخطر، واحيانا بتظهر الامور فيما بعد نتيجه تراكمات بالكبد. فنحن من خلال شاشتكم الكريمه بنوجه لهم انه هن ضمن اختصاصهم، اختصاصهم كثير مهم، نحن مع بعض بنكمل بعض، لانه بالنهايه هذا مثلث الصحه اللي هو الجسم والجسد والروح، هدول كلهم مع بعضهم بده يكونوا متكاملين. فعلا يعني موضوع تكاملي ما بين اختصاصي التغذيه وايضا الاشخاص اللي بيعملوا بالنوادي الرياضيه. بدنا نشكرك وتشكر وجودك معنا بداخل استديو دامسكو اختصاصيه التغذيه روعه التجار، نورتينا وشكرا على كل المعلومات. اهلا وسهلا، نورتينا لليوم وشكرا لوقتك معنا. اهلا لكم.